سلام خشبي، شربتي علينا الصاد ما بلانش. اخي مع الوقت وصافي يكولو بس. اليوم جينا عندك باش نديرو معاك الاوتفيت الصاد. ها كيفاش الاوتفيت؟ ما فهمتش. الاوتفيت هي بغينا نعرفو الخشبيش الحوايج اللي لابس شحال كيسواو. ايه بحال داكشي اللي خرج مؤخرا طالقين علينا السلوقيه. اسمع صديقي، شتي حنا في هاد البلاد باقي ما وصلناش لذاك النيفو ديال الكرش الشبعانه والحطه مزيانه. حنا كنتقاتلو مع الوقت غير باش ناكلو طرف الخبز. كاينين شي وحدين الا تغداو ما كيتعشاوش. الدمدومه اجي شو بنادم قداش تبارك الله، شتي هذا كامل طلع غير بعشرين درهم. الدمدومه قول لي مش حاخذ يدك تريكو؟ هذا داير 10 درهم شريته من سوق لحد. وقول لي مش حاخذ يدك السروال؟ ايه السروال دبرت عليه من الجوطيه ب 10 درهم حتى هو. سمعتي يا صديقي هذا هو الواقع. ولكن بلاتي ما قلتي ليناش الاير ماكس بشحال خديتيها؟ ايه الاير ماكس سرقنا انا والخشبي جوج، وحده لي وحده لي. الله يمسخك، ماشي غير لقيناهم محطوطين وهزيناهم. ايه غلقيناهم. وقول لي الصات انت حوايجك شحال ساويين؟ حوايجي غاليين بزاف، بياسه وحده تشري داركم كامله. الدمدومه سمعتي شنو قال؟ يلا دير خدمتك.